مباشرة في هذه اللحظة نذهب وإياكم إلى المختص والخبير بشؤون الأسرى السيد حسن عبد ربه. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد حسن. يسعد صباحك وفاء وصغير واحترام لأسرانا والرحمة للشهداء، وكل عام وأنتم وشعبنا بألف خير بحلول شهر رمضان. وأنت بألف خير إن شاء الله. يعني لازلنا نتطرق إلى ذات الفكرة التي نتخوف منها جميعا كأهالي أسرى، كمتابعين لشؤون وأخبار الأسرى، هي سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى داخل السجون لا تزال متواصلة، وتخوفات من تجديدها بل وتضييق الخناق وحرمان الأسرى بشكل أكبر خلال شهر رمضان المبارك. روايات عديدة استمعنا لها، حالة من التجويع، حالة من الحرمان، حالة من الاعتداء الجسدي واللفظي وكل ما إلى ذلك، والعزل الانفرادي تمارس على أسرانا. برأيك هذه التخوفات من تجديدها خلال شهر رمضان، يعني هل هي سيدة الموقف في ما يتعلق وتخوفات أهالي الأسرى وكذلك أنتم كمتابعين؟ يعني أعتقد وأتأمل أن لا يكون هناك ما هو أسوأ من الوضع الحالي والراهن داخل المعتقلات والسجون في ظل الجرائم المتواصلة والمتصاعدة التي تقدم عليها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى والأسيرات من كل الفئات، أسيرات، أسرى، مرضى، قدامى والأطفال والمصابين والجرحى أيضا والذين يتم إخفائهم قسرا من قطاع غزة. وبالتالي هناك جرائم يوميا يتم الكشف عنها، لم تكن معهودة من السابق، كما كشف عن 27 أسيرا اتقوا في معسكرات جيش الاحتلال من قطاع غزة ولا أحد يعلم أسماءهم ولا ظروف اتقائهم داخل السجون، وكما كشفت عنه صحيفة الطهارة الإسرائيلية قبل أيام قليلة. وهذا يؤشر بأن هناك جرائم مستمرة متصاعدة. سياسة التجويع التي لجأت إليها إدارة السجون والتي تأخذ أكثر من منحة من خلال إغلاق الكانتين وداخل المعتقلات والسجون، مما يحد من إمكانية أن يكون هناك غذاء وطعام ملائم للأسرى، وأيضا ما يقدم لهم من كميات ضئيلة ومحدودة جدا، وأيضا من نوعيات رديئة وإعداد سيء للغاية، وهذا أدى إلى نوع من المجاعة الكبرى والجماعية للأسرى، وفقدان كل أسير ما لا يقل عن 20 كيلوغرام من وزنه خلال هذه المدة بسبب سياسة عدم توفير الطعام الملائم، وأيضا حالة الضغط النفسي والعصبي والترهيب الذي يمارسها الاحتلال عبر أدواته القمعية في داخل السجون من خلال السجانين، من خلال وحدات القمع، من خلال جنوده، من خلال ضباط التحقيق، وأيضا الأجواء الرعب التي يوضع بها الأسرى من عبر الاعتداءات الجسدية واللفظية والتي وصلت إلى درجة التحرش والاعتداءات الجنسية أيضا. نعم فعليا، يعني التحركات سواء كانت على مستوى الضغوط من قبل الجهات الفلسطينية القيادية وكذلك الجماهيرية، وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ربما هنالك يعني قضية تطغى أو لربما تسيطر على المشهد من قضايا أخرى. إلى أي مدى يجب أن نكون حذرين وأن نكون متيقظين بألا يعني يتم التغافل أو يعني الابتعاد عن قضية وملف الأسرى على وجه التحديد وما يمارس بحقهم في سجون الاحتلال؟ بكل وضوح، يعني ملف الأسرى اليوم هو حاضر بقوة على كل المستويات الفلسطينية وعلى مستوى الشارع الفلسطيني، وهذا يأتي من طبيعة الأوضاع السائدة سياسيا وميدانيا في الأراضي الفلسطينية وعمليات التفاوض التي تجري بهدف الوصول إلى نوع من وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إجراء عملية تبادل تشمل أسرى مقابل مختطفين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وحركات. وهذا الوضع بطبيعة الحال يجعل من قضية الأسرى حاضرة وبقوة، ولكن المطلوب يبقى دائما وأبدا هو أن نبقي على قضية الأسرى حاضرة في العقل الوطني، العقل الجماعي الفلسطيني، من خلال زيادة وتيرة الانتصار للأسرى وتفعيل قضايا الاهتمام بهم بالجهد الجماهيري وجهد أيضا مؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى السياسية وكل المستويات القيادية الفلسطينية، وخاصة
من أجل توفير شبكة أمان لهم وحماية وطنية وحاضنة سياسية أيضا تحت كل الظروف، لأن ما يتعرض له الأسرى اليوم هو يعني جرائم مركبة، جرائم متعددة ومستمرة ومتواصلة، وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك جبهة سياسية وشعبية وإعلامية واسعة النطاق لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتخطيط هذه الجرائم والحد منها قدر الإمكان. ونحن سنبقى في المتابعة ونتمنى إن شاء الله أن يكون هنالك بصيص أمل وفرج وانفراجة في الأيام القادمة بشأن ملف الأسرى. أشكرك جزيل الشكر السيد حسن عبد ربه، خبير ومختص بشؤون الأسرى، شكرا جزيلا لك، ونواصل مع حضراتكم وكذلك ضمن صباحاتنا وصباحاتكم المختلفة والمتنوعة، وكذلك الملاحظات شكاوى في ذات الوقت. لكن قبل هذا نذكر بإمكانية الاتصال هاتفيا أو من خلال الرسائل النصية. نستقبل